وبالعوده للخبر الابرز في نشرتنا حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله جهود دعم وزياده حجم المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الاعمال مع التركيز على قطاعي الصناعه والزراعه. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر وفي اجتماع اخر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله التركيز على تطوير الكوادر البشريه ومنظومه المعلمين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عرض الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف القطاعات التنموية. لا سيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمه وتقديم الخدمات الماليه وغير الماليه بهدف تعظيم قدره المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديده وتعزيز رياده الاعمال فضلا عن مشاركه الجهاز في المبادرات القوميه المتنوعه على امتداد الجمهوريه مثل مبادره حياه كريمه لتطوير الريف المصري والبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية. ذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص. والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطط الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية. كما وجه السيد الرئيس باستمرار العمل الجاري لتحديث استراتيجية الجهاز ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر. بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا جازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية. الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاورها الرئيسية خاصة ما يتعلق بمحور المعلمين. حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على جهود دعم الكوادر البشريه من المعلمين وحسن انتقائهم وتوفير الاعداد المناسبه منهم بما يتوافق مع اعداد الطلاب الى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم وكذا تاهيل مديري المدارس بما يتوافق مع اعلى المتطلبات الفنيه والشخصيه الواجب توافرها في حامل امانه هذه المسؤوليه الكبيره وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بمواصله التركيز على تطوير الكوادر البشريه ومنظومه المعلمين وذلك في اطار التوجه الاستراتيجي للدوله بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافه خاصه العنصر البشري والائه الاهميه التي تليق به باعتباره اساس بناء الشخصيه وتكوين الانسان مما يتطلب منظومه رفيعه المستوى للانتقاء والتاهيل تقوم على معايير الموضوعيه والتجرد والكفاءه والتميز والجديه والتفوق العلمي والشخصي والنفسي وبما يدعم كذلك جهود اصلاح الجهاز الاداري للدوله ويسهم في تطوير مستوى الخدمات العامه المقدمه للمواطنين